عززت البنية التحتية المخصصة للترفيه والاستجمام في مراكش بافتتاح الشطر الأول من منتزه مولاي الحسن، وهي بنية تحتية بيئية مدرجة ضمن مشروع مراكش الحاضرة المتجددة. وسارت مراسم افتتاح هذا الفضاء الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 19 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويمتد هذا الفضاء البيئي الأخضر الذي يعد بمثابة رئة للمدينة على مساحة إجمالية تبلغ 17 هكتار وبكلفة مالية قدرها 53.9 مليون درهم. ويعد هذا المشروع المستدام والنموذجي من حيث جودة البيئة ثمرة شراكة بين المديرية العامة للجامعات الترابية التي بلغت قيمة مساهمتها المالية 42.5 مليون درهم، والجماعة الحضرية لمراكش 1.4 مليون درهم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 10 ملايين درهم. ويمتد هذا الفضاء الذي يبلغ عرضه 200 متر على مسافة كيلومترين تقريبا بين المامونية والمنارة، مع إلى اهتمام خاص لولوج الأشخاص ذوي الحركة المحدودة. تم انتلاسة جميع التهيئات الطبيعية للمنتزه، المواد المستعملة والنباتات والأنسجة والألوان بدقة، مع احترام تام للمقاربة البيئية التي تهدف إلى إنشاء منتزه متناغم ومندمج بشكل تام في محيطه ومستدام في تشغيله. بالإضافة إلى ذلك، يحظر استخدام الأسمدة وعلاجات الصحة النباتية الكيميائية في هذا المنتزه، في حين يتم التشجيع على استخدام المواد العضوية المحلية، ويتم خفض كمية المياه المستعملة في سقي النباتات عبر اعتماد نظام للتنقيط من أجل تقليل استهلاك تلك المياه، في حين يتم التقليل من مساحات المعشوشبة إلى الحد الأدنى مع سقيها وبواسطة نظام الرش. أما بالنسبة لإنارة المنتزه، فقد تم اللجوء إلى استخدام تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء ليد بالإضافة إلى الطاقة الشمسية. ويروم هذا المشروع الذي استمرت أشغال إنجازه ما يقرب من 3 سنوات تعزيز طابع المدينة الخضراء لمراكش وتطوير منتزه لنزاهة بين المدينة العتيقة والمنارة، وتوفير أجواء نباتية نموذجية، أشجار الزيتون، بساتين، أشجار النخيل، أحجار ورمال، والحفاظ على الغطاء النباتي الموجود، أشجار الزيتون ونخيل وحدائق وغيرها، واستكمال عرض مواقف السيارات من خلال إنشاء مواقف السيارات للقرب، إحداث أزيد من 1000 موقف جديد، وتشجيع التنقل عبر الوضع المرن، راجلون، عربات مزرورة بالخيول، دراجات هوائية، دراجات أجرة جاري. كما يهدف إلى تحسين ظروف استضافة وتنظيم التظاهرات المؤقتة، وإدماج المنتزه الرياضي الجديد في بيئة ذات قيمة، وتوفير أماكن للاستراحة وأنشطة لجميع الفئات العمرية، والحفاظ على احتياطي عقاري من أجل تهيئة وتجهيزات لاحقة. ويضم منتزه مولاي الحسن كذلك 5 أرضيات للولوج على الطراز الأندلسي، تسمح بولوج متعدد وأكشاك تضم أنشطة تجارية، مطعم صغيرة، ألعاب، مراحيض، وحديقة فريدة من نوعها بالمغرب تضم أشجار الصبار والنباتات العصرية، وتمتد على أزيد من هكتار تشكل واجهة نباتية مفتوحة أمام الجمهور. من جهة أخرى، يتكون هذا المشروع من أزقة ومسارات لجميع المهام، عربات مزرورة بالخيول، راجلون، دراجات هوائية، دراجات أجرة جري إلى آخره، وشرفة حلزونية، وباحات للاستراحة والألعاب، الشطرنج، الكرة الحديدية، والعديد من الملاعب الرياضية، وتهيئة خاصة لفضاءات الاستقبال خاصة بالأحصنة قصيرة القامة والجمال المعدة للجولات. يذكر أن مشروع مراكش الحاضرة المتجددة الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل إطلاقه في سنة 2014 هو برنامج طموح يعكس إرادة جلالة الملك القوية في ضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام للمدينة الحمراء، من شأنه الارتقاء بالمدينة إلى مستوى الحواضر العالمية الكبرى.